أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أخذت سيارة بنظام القسط مع الوعد بالتمليك، ولم أكن أعلم بالحكم حتى سمعت من فضيلتكم أنها ربا، فماذا علي؟ يقول: أخذت سيارة بنظام القسط مع الوعد بالتمليك، ولم أكن أعلم حكمها حتى سمعت من فضيلتكم أنها ربا، فماذا علي في ذلك؟ القسط ما هو باسمه كذا، نعم، الإجرة المنتهية بالتمليك، هذا اللي الإجارة المنتهية بالتمليك، هذا الذي منعته هيئة كبار العلماء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.